الإبانة ابن بطة مروية في جهم وشيعته الضلال. قال سعيد قال أحمد بن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. وأيضا رجل من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره وقال قال رأيت جهما يوما افتتح سورة طه فلما أتى على قول تعالى الرحمن عشر سوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها أعوذ بالله من غضب الله. شوف الكلب الكافر كيف يقول على نبينا صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ من أجل اعتقاده الخرب. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى قال جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم ذكره وذكره ثم يعني هناك فلم يتم ذكره. وعن أبي نعيم قال كأن الرجل من أصحاب جهم من أكرم أصحابي عليه فوثب عليه ذلك الرجل فندد به وصيح به. وفي رواية لما بلغ قول تعالى الرحمن عشر سوى قال وجدت السبيل أن أحكها من المصاحف فعلته قال فقلت في نفسي هذه فاحتملتها ثم ذكر يوم الآية فقال ما كان أظرف محمدا حين قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. قال فقلت هذه أيضا قال فلما كان بعد بينما هو يقرأ تصميم القصص والمصحف في حجري فلما أتى على ذكر موسى دفع المصحف بيده وجميعا من حجري فرمى به أبعد ما يقدر عليه الله المستعان ألقاه الله في نار جهنم ودفعه برجلي قال أي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم ذكره وذكره هنا نعم فلم يتم ذكره أي شيء هذا حال يعني أخذ ينتقد القرآن. وقال عمران الفزاري وذكر جهما فقال قبح الله جهما. حدثني ابن عمي لي أنه شك في الله 40 صباحا. وفي رواية لعن الله جهما من يقول بقوله كان كثيرا جاحدا. شوف وهذه دلالة على أن أغلب السلف كانوا يكفرون الجهمية عينا. ترك الصلاة 40 يوما يريد بزعمه يرتاد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. قال زيد فقتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. ويعني زيد بن هارون يقول القرآن كلام الله لعن الله جهم ومن يقول بقوله كان كافرا جحدا ترك الصلاة 40 يوما يريد زعم ارتد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. الرحمن المهدي كان إذا ذكر عنده أمر جهم أو البشر يعني المريسي قال تدري إلى أي شيء يذهبون إلى أنه ليس ويشير بيده إلى السماء. لا إله إلا الله أي ليس إله. وأخبر رجل عن ابن المبارك قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية قال فقال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء أعوذ بالله. وقال أحمد بن زيد إن هؤلاء الجهمية إنما يحاولون يقولون ليس في السماء شيء. شوف أنا قلت لك أنه نقل الاتفاق على أن من قال الله في كل مكان أو نفى العلو أن هذا كفر باتفاق أنه كفر. وعن ابن حزم بن شقيق قال سمعت خارجة يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولوا من الجنة تفنى وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فمن قال إنها تنفد فقد كفر يعني كذب الله. وقال أكلها دائم وذلها فمن قال يدوم فقد كفر لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال إنها تنقطع فقد كفر عطاء غير مجزوز فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. شو انظر كل ذلك تكذيب لله جل وعلا فيثبت أنه كفر. حمود الباز كيف أنت حبيبي رضي الله عنك لا بد أن أنا أراك لازم تأتينا الوقف لازم. وعن بقال بن الوليد بن عبد العزيز المجيشون قال جهم وشيعته جاح الجاحدون. وعلى ابن حسن بن شقيق كذلك. وقال ابن مبارك إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وخرج يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لا تشقى إلى قوله الرحمن وعرش استوى. قال هل يكون الاستواء إلا الجلوس وهذا جاء يعني عن الدارمي عن سعيد الدارمي قال أحمد يقول عن أبيه هذا القول وهو أخرجه أحمد في المسند. قلت وسعند السلف الاستواء معلومة كيف مجهول كما قال الإمام مالك. قال ويكون الاستواء إلا الجلوس ورد. وأيضا قال سمع السلام من المطيع يقول هؤلاء جهمية كفار ولا يصلى خلفهم
وقال زهير: أما أنا ابن أخي فإذا قلت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه يوم الجمعة وغيره. ويزيد مهرور قال: ذكر الجهمية فقال: والله هم زنادقة عليهم لعنة الله. وأيضا يزيد مهرون يقول: وقد ذكر الجهمية وقال: هم كفار لا يعبدون شيئا. وابن المبارك قال: حدثنا حماد بن قراط قال: سمعت إبراهيم ابن طهمان يقول: الجهمية كفار. وقال تيمي عن أبيه قال: إنه ليس قوم أشد نقدا للإسلام من الجهمية. وابن المبارك قال: يقول الجهمية كفار زنادقة. قال أبو خيثمة: الجهمي يفرق بينه وبين امرأتي ولا أورثه. يشوف يعني لذلك الشباب الذين يعني يتكلمون على تكفير الأشاعرة وهذا لازم تعرفوا أن لهم باب وباب يحترم، وأن الباب الذي يتكلمون منه باب عظيم، وهو الكلام على جمهرة السلف. لكني أقول المتأخرون يرحمون، يقولون نعم قولهم كفر، فعلهم كفر، ولكن الأعيان لا تكفر حتى تقام الحجة وزال الشبهة. أبو بكر الأصم يقول: يزيد بن هارون بشر بن عيسى كافر، أبو بكر الأصم كافر حلال الدم. وفي الوقت قال قتيبة بن سعيد: بشر بن مريسي كافر. ويقول يعقوب بن أخي معروف القرخي يقول: رأيت رجل في النوم فذكرت له بشر بن مريسي فقال: لا تذكر ذاك اليهودي. هذه كلها أثار تدل على كفر الجهمية. وحقيقة الأمر يعني أنا قلت في هذا الباب، ولكن نصيحة لهم، لأنهم أنا أحبهم وأحب يعني تمسكهم بالسنة وكلام السلف، سأبين في محاضرة براءة أبي حنيفة من الجهمية، براءة أبي حنيفة من التجهم، حتى لا يكون كفر أبي حنيفة سهل على من يكفره في هذا الباب. رضي الله عنك. فوائد الإبانة رضي الله عنك. طيب، فوائد الإبانة: القول في مسألة الإبانة الجهمية كفار، وجوب الإنكار على قالة الجهمية، وإظهار كفر ذلك بين الناس. لا خير إلا في الائتساء بالسلف، لا خير إلا في الائتساء بالسلف. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.